لكم على تب لذيذه وسريعه. بفتح بسخن الفرن وبفتح الفرن، اوكي، على باب الفرن من بره او جنب الفرن، بخليها تاخد من الدفى ده اللي بيساعد على التخمير. عندنا دفايه نحطها جنب الدفايه. الشتاء محتاج، بصوا بصوا العجينه، بسم الله ما شاء الله، تعالوا بصوا بصوا، شايفين الخطوط دي كلها علامات التخمير، والعجينه بتروح وتيجي معانا بكل سهوله. عجينه رائعه.